Meet Manor TV. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة ماد زينر. في الحقيقة أنا عندما قررت فتح القناة قررت شرح كيفية عمل القطاع الإلكترونية بمختلف أنواعها وإصداراتها، لكن ما وجدته هو الكثيرين يستفسرون على الأعطال، يبعثون لي برسائل على عطل ما في هذا الجهاز وعطل ما في هذا الجهاز، في على قناتي ماد زينر أو على الجروب فن الإلكترونيات من أجلكم. فقررت التراجع على هذا القرار وتنزيل فيديوهات صيانة، ولكن أعيد وأكرر بأن إذا تعلمت كيفية فحص المكونات الإلكترونية وكيف تجميعها وكل مكون مع مكون ماذا ينتج لنا، سنتعلم صيانة أي جهاز إلكتروني كيف ما كان، أي جهاز إلكتروني. ومع ذلك لقد قررت أن أخضع لرغبة الأصدقاء وأقدم فيديوهات للصيانة. اليوم بسم الله لدينا شاشة من نوع LG 24 بوصة، شاشة أصلية ليست مقلدة. العطل عند توصيلها بالكهرباء، ستلاحظون هذه لمبة الباور عند التوصيل بالكهرباء، تلاحظون بأن لمبة الأون ستاند باي تشتعل وتنطفئ ولا يوجد أي استجابة، لا ريموت كنترول ولا البوتونات بجانب الشاشة، لا يوجد أي استجابة. سأقوم بفتحها ونفحص مع بعضنا العطل، انتظروني بعد فتح الشاشة. السلام عليكم، عدنا بعد الفك كما تشاهدون. هذه التلفاز، هذه بعد ما قمت بفكها، هي الآن موصولة بالكهرباء 220 فولت. اللمبة تقوم بالاشتعال والانطفاء. سأحاول فك اللمبة لنشاهد هذه اللمبة كما تلاحظون تقوم بالانطفاء والاشتعال. عذرا لا أستطيع تحريك الكاميرا، فهي كاميرا ثابتة، وعن قريب إن شاء الله سوف أقوم باقتناء كاميرا ذات جودة عالية. بطبيعة الحال هذا بدعمكم أنتم إن شاء الله. إذن كما لاحظتم اللمبة تقوم بالانطفاء والاشتعال. سأقوم بفحص الفولتات. قبل الفحص، هذه اللوحة موصولة على التغذية، يدخل الكهرباء 220 فولت. بطبيعة الحال هذه كارت وهذه كارت مفصولتين، هذه كارت مسؤولة على التغذية، هذا الانفرتر المسؤول على تغذية لمبات CCFN
هناك مجموعة من اللمبات، لمبات سي سي اف ال، وهذه اللوحة الأم التي تقوم بتحويل الصورة من الأنتين أو الأرسيا أو الفيجيا، في هذه فيها ثلاثة مداخل، بواسطة هذا البروسيسور بتحويل الصورة وإرسالها عبر كابل ال في دي اس إلى تيكون الشاشة. إذن أول شيء سوف أفحص الفولتات. سوف أبدأ بفولت 220، هذه الميتيومتر. هذا المدخل سوف أقوم بالفحص لأتثبت من وجود 220 جيدا أو لا. إن 240 فولت، إذا الفولت موجود. الآن سوف أقوم بفحص فولتات الخارج الباور سبلاي. وكما تلاحظون هذه الشاشة لم تفتح أبدا، هذه أول فتحة لها ولم يقم أحد بتغيير هذه المكثفات. نبدأ بفحص الفولتات. سأضع هذا على أي مكان جي ان دي، فليكن هذا المبرد فهو موصول 100% على الجي ان دي. نقوم بفحص هذا السلك الأول، 15 فولت. الثاني 15 فولت. الثالث لا يوجد فيه. الرابع لا يوجد. الخامس، ثلاثة، أربعة، ثلاثة. السادس 93. حسب ما كتب هنا سأقوم بفصل هذا الكابل. وأحاول تقريب الصورة. لا أعلم إذا كانت واضحة أم لا. فرقم واحد مكتوب عليه 15 فولت، الثاني 15 فولت، الثالث جي ان دي، الرابع جي ان دي، الخامس مكتوب عليه 5.1 فولت، والسابع 5.1 فولت، واللي جي ان دي. إذن كما لاحظتم بأن 5 فولت ليست بال5 فولت. وإذا لاحظتم شيء آخر أيضا، سأقوم بالوصل مرة أخرى. انظروا إلى 15 فولت، اعذروني سأقوم ب ميتيميتر. انظروا إلى 15 فولت كيف هي، 15 فولت مترددة مترددة، ليست بالثابتة، من فاصل 10 إلى 30 إلى 10 إلى 30. بالنسبة للخمسة فولت كما تلاحظون، فالخمسة فولت أصلا 3.83 ثم تنزل ثم تصعد 3.90، مضطربة. وكما تعلمون بأن الخمسة فولت هي المسؤولة على تغذية السي بي يو. هذا هو السي بي يو. سأحاول، هذا هو السي بي يو مسؤول على تغذية السي بي يو وبقية، وأيضا مسؤول على تغذية البيوس. هذا هو البيوس، هذا هو البيوس. سوف نلاحظ شيء، سأبقي هذا على الجي ان دي. هذا ريجيلاتر
الذي يقوم بتغذية السي بي يو. وكما نعلم بأن العناصر الديجيتال تتغذى على 3.3، مدخل الريجيلاتر 3.80 التي هي 5 فولت، التي هي 5 فولت، وكما تلاحظون فهي مضطربة، ويجب أن تخرج 5 ويجب أن تخرج 3.3. ماذا تخرج؟ 2.80، 2.40، 20، يعني فإن 3.3 ليست موجودة، يعني لا تستطيع هذه التلفاز أن تعمل، لأن السي بي يو والبيوس والشيبسات ليست موصولة بالكهرباء الذي يجب أن يصل إليها. إذن بعد القياسات والتحليل نستنتج بأن العطب هو عطب باور، يعني بأن هناك مشكلة في الباور، قد يكون المكثفات. لكن ما لاحظته أنا في ملحوظة أخرى يا إخواني الأعزاء، بأن الصيانة تعتمد أول شيء على دقة الملاحظة والنظر قبل البدء بالفحص، فدقة الملاحظة هي التي ستساعدني للقروب بأسرع وقت للمشكل. سنلاحظ شيء هنا، عند فتحت الشاشة لاحظت شيء يمكن أن يكون هو المسؤول عن العطب، كما يمكن أن يكون عنصر آخر. هذا المكثف، هذا المكثف الموصول مع الموصول بعد قنطرة الديود، ستلاحظون بأن يوجد فيه انتفاخ بسيط أسفله، هناك انتفاخ، لا أعلم إذا كان واضح بالكاميرا أو لا، فهناك انتفاخ. سأقوم بفك الباور وأقوم بتغييره ونفحصه من جديد. نعود بعد الفك. عدنا أصدقائي من جديد بعد ما قمت بفك البوردة. قمت بنزع المكثفين كما تلاحظون، هذا هو مكثف وهذا المكثف المنتفخ الذي كان هنا، هذا هو منتفخ من الأسفل، وهذا المكثف الذي كان هنا وهو منتفخ من الأعلى. القيمة نفس القيمة 450 فولت، 450 فولت 68 ميكرو فاراد، وهما موصولان بالتوالي، عفوا بالتوازي، موصولين بالتوازي، يعني عند توصيل المكثفات بالتوازي عكس توصيل المقاومة كما تعلمون. فعند توصيل المقاومتين مثلا نقول 1 كيلو بالتوالي فتصبح 2 كيلو، وبالتوازي نصف، يعني تصبح 500 أوم، نصف كيلو. لكن في المكثفات العكس، المكثفات عند توصيل المكثفين بالتوازي قيمة المكثفات ترتفع، يعني بأن 68 ضرب 2 تساوي 136 ميكرو فاراد، يعني بأنه هناك كان موجود مكثف عبارة على مكثف واحد 450 فولت 136 ميكرو فاراد. ما قمت به أنا،
تعويض المكثفين بمكثف واحد فقط، وهو 400 فولت 120 ميكروفاراد، 120 و136 حسب التقريب نسبة لتبعد كثير. سأقوم الآن بالتوصيل، توصيل بالكهرباء بسم الله، قمت بالتوصيل. سنلاحظ شيء، سأجلب هذه اللمبة، اللمبة التي كانت تشتعل وتنطفئ باستمرار حمراء عند التوصيل بالكهرباء، اشتعلت حمراء ثم الآن خضراء. كما لا أعلم تلاحظون، هي خضراء، لقد اشتعلت خضراء. سوف أنزع الباور مرة أخرى، عند وضع الباور تشتعل حمراء ثم خضراء، يعني بأن الباور أصبحت الآن صالح. سوف أقوم بالقياس مرة أخرى للتثبت على 20 فولت. كالعادة الأسود على الجي ان دي، القيمة الأولى هي 15 فولت، 15 فولت، هي خمسة. الآن أصبحت 4. سأقوم بإبعاد السلكين الجي ان دي، لقد أصبحت الآن 14.5، لأنه بسبب ارتفاع أو رجوع الفولتية 5 فولت، لأنه عند رجوع 5 فولت أصبح الجهاز يعمل. عندما أصبح الجهاز يعمل سيسحب التيار من الباور، وبطبيعة الحال عند سحب التيار من الباور ستنخفض بنصف فولت. هذا أمر طبيعي، أمر بديهي، 14.5، وهي كما تلاحظون فهي مستقرة، مستقرة، وفي السابق كانت 15 في ارتفاع غير مستقر. سنذهب لقياس 5 فولت، كما تلاحظون 5.19 فولت. سنذهب إلى ريجيلاتور السي بي يو، هذا هو ريجيلاتور السي بي يو، وبعد هذا الكابل قليلا ريجيلاتور السي بي يو هنا كان 3.30، كما تلاحظون 5 فولت. ماذا ستخرج لنا؟ 3.30، 3.30، وهو الفولت المعروف لتغذية اي سيات الديجيتال، وهي مستقرة 3.31. اتمنى ان يكون الشرح واضح. سوف اقوم بتجميعها، سوف نعود. هيا أصدقائي، لقد اشتغلت الشاشة، هذا هو المنيو، اللمبة تشتغل، رجعت التلفاز تعمل 100%، كما لاحظتم بسبب عطل بسيط في الباور تسبب في نزول 5 فولت التي بدورها تتحول إلى 3.3 لتغذي أي سيات ديجيتال كالسي بي يو والبيوس. أتمنى أن يكون أعجبكم هذا الفيديو، شكرا للمتابعة، وأي استفسار أو طلب ضعوه في الكومنت على قناتي ماد زينر أو على جروب فن الإلكترونيات من أجلكم. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا.